الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما بخير وجعل منكما الكثير الطيب. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينزل البركات والخيرات على أهل هذا المنزل وعلى سكانه وعليه وعلى من جاورهم منازل المسلمين وعلى منازلنا أجمعين ويحفظه بحفظه، فإنا نعيذه بكلمات الله التامة من كل شيطان مهامة ومن كل عين لامة. اللهم إنا نعيذه هذا المنزل وأصحابه بكلماتك التامة من كل شيطان مهامة ومن كل عين لامة. اللهم إنا نعيذ هذا المنزل بك وأهله بكلماتك التامة من كل شيطان مهامة ومن كل عين لامة. نقرأ آية الكرسي جميعا إن شاء الله الله يحفظ هذا المنزل وأهل هذا المنزل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء